ماتش حلو يعني، زملائي في الاخراج احنا كنا متفقين كده ان احنا نجيب شويه اهداف تاريخيه ما بين الزمالك والاسماعيلي، الاسماعيلي والزمالك، نفتكر كده التاريخ الكبير والنجوم الكبيره اللي مرت على الناديين. يعني جايبين لي بقى حاجات من الستينات اهو، الزمالك والاسماعيلي والسبعينات، ناديين كبار. ويمكن دايما برضو العلاقات ما بين الزمالك والاسماعيلي كانت علاقات رائعه، ان دي اهداف للزمالك والاسماعيلي. وتاريخ كبير ما بين الناديين، ودايما ماتشاتهم بتبقى حلوه. اعتقد ده كابتن نبيل نصير ربنا يرحمه، دي برضه ماتش بقى ده في السبعينات، ده كابتن محمد صلاح اهو بيعمل كره عرضيه، كابتن فاروق جعفر، كابتن حسن شحاته رقم 14، واعتقد ده كابتن علي خليل. ايوه، وده هدف للكابتن حسن شحاته في الاسماعيلي، في الله يرحمه الكابتن علي اغا حارس مرمى النادي الاسماعيلي. الماتش ده كان في استاد القاهره، جيل رائع، والزمن الجميل، كابتن محمد حلمي اهو، كابتن نصر ابراهيم، كابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه. الماتش ده انا عندي في البيت فيديو في المكتبه بتاعت كابتن حسن كده. كنت انتوا ايه جايبين اجوان الزمالك بس الاسماعيلاويه كده يزعلوا مننا يا جماعه؟ كابتن طارق يحيى هو بيعمل كرة عرضية، وكابتن إبراهيم يوسف بيحط كرة بدماغه. نوعوا يا جماعة، جيبوا شوية أهداف للزمالك وشوية أهداف للإسماعيلي بس حلوة، خليها شغالة كده. وأكيد أنتوا جايبين برضو أهداف الإسماعيلي كلها، ده برضو جيل السبعينات، ده بقى جيل التسعينات، كابتن طارق يحيى أهو، كابتن أشرف قاسم، كابتن إسماعيل يوسف، كابتن خالد الغندور، أنا شايف أهو كابتن بشير عبد الصمد، ونجوم النادي الاسماعيلي. الاسماعيلي دايما على مر التاريخ عنده لعيبه جامده جدا الله يرحمه، كابتن محمد حازم، قبليهم كابتن علي ابو جريشه. الاسماعيلي خلي بالكم اول نادي مصري فاز ببطوله دوري ابطال افريقيا، ده كابتن محمد حازم الله يرحمه، وكابتن حماده الرومي، وكابتن فكر الصغير، وكابتن بشير عبد الصمد، وكابتن حمزه الجمل، كابتن احمد العجوز، كابتن ادهم السنحدار الله يرحمه. هدف اهو للزمالك، كابتن محمد حلمي، كابتن احمد رمزي، رزه، كابتن حماده الرومي اهو نجم، كان لعيب نص ملعب رقم 4، يعني بيلبس تيشيرت رقم 4، كنت بحب جدا ستايل كابتن حماده الرومي. وكابتن عماد سليمان ده انا كنت بعشقه، كابتن عماد سليمان ده كان حته لعيب كوره غير طبيعي غير طبيعي. ده برضه هدف من اهداف الزمالك في مرمى الاسماعيلي، دي برضه فتره التسعينات، ايمانويل امونيكي، كابتن جمال عبد الحميد، كان برضه كابتن جمال ده حته فرويد مش ممكن. ودي تسديده كده نشوف مين، كابتن حمزه الجمل، وكابتن ايهاب جلال مدير الفني دلوقتي للنادي الاسماعيلي، كان لعيب كبير في نص الملعب، ده اعتقد كابتن مجدي الصياد مهاجم الاسماعيلي، كان من المهاجمين الجامدين، وكابتن محمد صلاح ابو جريشه، وكابتن محمد محسن ابو جريشه، واجيال وبركات وحسني عبد ربه وفتحي وسيد معوض وعماد النحاس واسلام الشاطر. مجدي الصياد ده برضه كان هداف كبير في النادي الاسماعيلي، كان من دمياط، وعطيه صابر وعاطف عبد العزيز، اجيال خطيره، واحمد فكري الصغير. الزمالك بقى كمان الجيل بتاع الالفينات ده، كابتن حسين عبد اللطيف اهو باك رايت، وبعدين دخل بقى خالد الغندور، محمد صبري، طارق مصطفى، وطارق السعيد، وطارق السيد، وكانت وليد عبد اللطيف، كانت فرق على جمال حمزه وحازم امام واحمد الكاس، كلهم كباتن كبار طبعا مع الاحتفاظ بالالقاب، عفت نصار، قاسي سعيد، كان اجيال، ده جيل الزمالك بقى اللي كان في التسعينات، الجيل ده كان في التسعينات، في اواخر التسعينات، كابتن بشير عبد الصمد، بصوا الحرفنه والسرعه والمهاره، الواحد كان بيتمتع بالكوره والله، كان بنقعد نتمتع كده بالكوره. كابتن عصام مرعي اهو كان بيلعب باك ليفت كمان، وبيلعب نص ملعب في نادي الزمالك، من اللعيبه برضو اللي كان مميزين جدا. اجيال مميزه للناديين، بركات لما كان في الاسماعيلي بقى في بداياته، انتوا عارفين بركات بدا في السكه الحديد وبعدين راح الاسماعيلي، محمد عبد الله، انا بصوا يا جماعه مش هقول اخبار كتير النهارده، انا عايز اتمتع بالاهداف دي.
محمد عبد الله قنبله، خلي بالكم محمد عبد الله لعب للاسماعيلي والاهلي والزمالك، بصوا بركاته وسرعته. تامر عبد الحميد وابراهيم حسن بيجروا وراه، وحسام عبد المنعم ما لحقهوش، كان بركات سريع جدا. سيد معوض هو في الاسماعيلي، عبد الواحد السيد وبشير التبعي وكباتن الكبار طبعا، كلهم كباتن وكباتن كبيره مع حفظ الالقاب. وائل الاباني، وهدف من الاهداف الحلوه هو للنادي الاسماعيلي. دايما ماتشاتهم جميله جميله، ماتشات الفرقتين سواء في اسماعيليه او في القاهره. عبد الحليم علي الهداف التاريخي لنادي الزمالك كان اسطوره برضه، عبد الحليم علي وعبد الحميد بسيوني، مجموعه من اللعيبه الكبار. بسيوني خلي بالكوا لعب حازم امام واحمد صالح وجمال حمزه، جمال حمزه كان لعيب جامد قوي، وحازم امام كان حاجه فنان يعني. وطبعا الاسماعيلي بقى جه عليه حراس كبار، سعفان الصغير ومحمد صبحي، والزمالك حراس كبار جدا بقى من ساعه كابتن عادل المأمور، وقبليه كابتن سمير محمد علي وكابتن عماد المندوه وعبد الواحد السيد وعبد المنصف. في برضه حراس لعبت للناديين يعني زي عصام الحضري، لعب للزمالك ولعب للاسماعيلي. ومحمد صبحي اهو، وعطيه صابر، ده الدوري بتاع الزمالك. انا فاكر الماتش ده بتاع الدوري حسام عبد المنعم، كان الزمالك الاهلي بيلعب مع امبي الدوري بتاع سيد عبد النعيم، وكان خلاص يعني احنا كلنا قلنا ايه ده، مين ده؟ عبد الله الشحات، ده عمرو السوليه، عمرو السوليه مع النادي الاسماعيلي. خلي بالكم عمرو السوليه وعبد الله السعيد وعبد الله الشحات كان برضو الاسماعيلي، وكان عندهم اوتاكا كمان كان لعيب جامد جدا. الدوري بتاع الزمالك لما خدوا الزمالك طبعا كان عنده في الدفاع كمان محمود فتح الله، ولعيبه جامده جدا جدا مرت على نادين. شيكابالا طبعا النجم الكبير، وحسين ياسر محمدي، وعلاء علي الله يرحمه، ايمن رمضان مدافع الاسماعيلي الله يرحمه، وكابتن احمد قناوي كان من اللعيبه الجامده جدا في النادي الاسماعيلي، واحمد رزق الله يرحمه كابتن احمد رزق. تاريخ كبير جدا جدا للناديين وماتشاتهم. ده احمد علي كمان كان من الهدافين الكبار في نادي الاسماعيلي، وراح منتخب مصر من نادي الاسماعيلي احمد علي. بصوا اجيال متلاحقه واجيال كتيره. احمد جعفر بقى الغضنفر، واحمد عيد عبد الملك مع الزمالك برضو، جعفر كان من الهدافين، ومحمد عبد الشافي اهو ظهر، واعتقد ده عبد الله السيسي ده المهاجم بتاع الزمالك في فييرا بقى مدرب الزمالك. محمد ابراهيم اللي في سيراميكا دلوقتي، وهدف حلو قوي للاسماعيلي. ابراهيم حسن التاريخ، كابتن حلمي طولان طبعا مدرب الزمالك. اجيال 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 كبيره جدا للناديين. في لعيبه كمان انا يعني مع احترامي يعني معلش لو ما قلتش حد، ده جون انطوي لو تفتكروه طبعا، معلش انا اسف يعني لو نسيت حد، بس انا كل ما بشوف حد شوف اللعيبه بفتكر اسماء كبيره واسماء عظيمه لعبت للناديين. لو دخلنا بقى في الجيل بتاع حازم امام الصغير وباسم مرسي، باسم برضو لعب يعني بيلعب في الاسماعيلي دلوقتي، في ابراهيم صلاح في نص الملعب، واحمد توفيق الاسماعيلي برضو عنده اساطير اساطير. علي ابو جريشه ده كان اسطوره، ده احمد توفيق اهو مع الزمالك دلوقتي، احمد توفيق في بيراميدز. يعني ان شاء الله نستمتع ب ده. ايمن حفني كمان كان من اللعيبه الحريفه جدا في الزمالك واللعيبه الفنانين. دايما الزمالك والاسماعيلي خلي بالكم يا جماعه دايما معروف يوسف نجم برضو النيجيري اللي كان بيلعب في الزمالك، فدايما الماتشاتهم وعندهم اللعيبه دايما مهاريين في الزمالك والاسماعيلي. طبعا احنا لو قعدنا نجيب من هنا لبكره اهداف مش هنخلص الاهداف، لكن حلو ان احنا كل فتره كده نفتكر الاجيال الحلوه دي واللعيبه الجامده اللي جت في تاريخ الانديه المصريه. طيب خلينا بكره كابتن محمد عادل هو حكم المباراه، ومعاه طاقم تحكيم كابتن سمير جمال مساعد وهشام الدسوقي اثنين مساعدين، اسامه اسماعيل حكم رابع، ومباراة تانية فيوتشر والمقاولين العرب
الفار مين في محمد معروف، ارجع تاني معلش الزمالك والاسماعيلي والزمالك كده، محمد معروف ومحمود بسيوني فار.